على مهلك. تحمل يا ابو البحر تحمل. لا تتعبوا حالكم بهالختيار عالفاضي، ما رح يقدر يعيش. خراسوا لك حقير، انت رح تعيش، تحمل. لا تقلق يا ابني، انا شاركت في عشرات المعارك وتصوبت كتير، يعني رصاصة من كلب جبان ما رح تقتلني. ساوي يلي بدك اياه، بس اترك هالختيار. ليش؟ شو رح يستفيد اذا تركته؟ بكل الأحوال ساعتين ثلاثة الختيار رح يموت. لا تنبسط كثير، نحن حتى لو كنا على فراش الموت بنقدر نغلبكن، عم تفهم يا حقير؟ الظاهر خرفت على الآخر. كأني سمعت كلب عم بيعوي. حلال عليك يا بطال غازي، الله يسلم تمك. حلال عليك بطال غازي، الله يسلم تمك. بس حطكم بغرفة التبريد عن أولى الختيار مشان يدفى. شو رأيك يا حلو؟ واضح تماما ما رح تعدوا عالين لحتى يجي الأشهر لهون. رح حطكم بغرفة التبريد، بركي تعقلوا بتبطلوا مشاكل. جيبوه بسرعة. وقف. يلا. اتركوا هون. أنا برأيي لا تتهوروا، في بين إيدي مدني بريء. اهدوا شباب، أنا بنصحكم تكونوا عاقلين وما تحاولوا تعملوا شيء. هلا أنتوا بتحبوا تفوتوا لجوا ولا بتحبوا تشوفوا المدني البريء عم بيموت؟ أوصل للجدار. تمام؟ فوتوا شباب. يلا الكل جوا. برافو، يلا يا شباب. فوتوا لجوا وبلا مشاكل. ديروا بالكم على الختيار. على مهلكم. تمام، انت رح تعيش يا عم. خلونا نشوفهم عم يتجمدوا. الضابط الأشرر رح يدفع ثمن الشيء اللي سوا فيني. هو مفكر انه اللعب مع شولاق بهالسهولة. جولاق ضربني من وراي وما انتبهت. لبين ما يجي الضابط الأشهر ولوقت ما أذبحه وأطعه تعطيه بإيدي، ما بدي يصير أي غلط هون. عم تفهمني؟ فهمت أخي. عم تفهمني؟ فهمت أخي. تليفون الضابط أردام. أخيراً. سيدي، أنا كنت رح أتصل فيك يا أشهر. جولاق؟ صار لنا شوي عم نستناك. ما حلوة تتأخر على العشاء. وين الضابط أردام؟ احكي. هون بالحفظ والصون،
أنا حطيته هو ورفقاتك بغرفة التمريد. تعرف هاللمة الحلوة ما رح تكتمل غير معك، عن جد مو ناقصنا غير وجودك. طول بالك أنا رح ورجيك إياهم. طلع شوفها شوفة، بعتقد رح تنبسط كتير. مو ناقص غير وجودك، لوحوا بإيديكن انقشر على التليفون. أنا رح خلص عليك هالمرة، ما رح تهرب مني، رح أقتلك يا شولاق. إمتى رح تقتنع إنه ما فيك تقتلني؟ طلع نتيجة فشلك شو صار برفقاتك والضابط أردام كمان. مو حرام يموتوا بسببك؟ يا أشقر يلا طلعوا من غرفة التبريد بسرعة. لا تواخذني الموضوع مو بهي السهولة، ما فيهم يطلعوا على ليلة لحتى تطلع من المكان اللي متخبي فيه وتجي بأسرع وقت لعند رجلي. إذا ظنيت إني ما رح حاسبك على الرصاصة اللي زرعتها براسي بتكون غلطان. عم تفهم علي؟ ماني فاضي هلا. مفكر عم بطلب منك موعد؟ إذا ما بتجي لهون بسرعة فوقت رفقاتك رح يموتوا متجمدين. بوعدك إني رح أجي، بس والله إذا بتأذي شعرة من روسهم أنا ما رح خليك تعيش ولا ثانية واحدة. دائما بتهددني بهالحكي الفاضي. شو رأيك لو نلعب شي لعبة مع بعض هلا؟ أنا عندي فكرة. إذا قلت لك بعطيك فرصة لتنقذ واحد من رفقاتك مثلا، يا ترى مين بتنقذ من هون؟ شو اللي عم تقوله لك؟ بعتقد كلامي مفهوم. اختار واحد منهم لنشوف مين بيناتهم انت بتحبه أكثر واحد. ولك كلياتهم أغلى من روحي يا عديم الأصل. لا هيك ما بيصير، انت عم تخرب اللعبة. يعني لازم تختار واحد منهم وتنقذه ولا بيموت متجمد. أنا عم بستنى قرارك. أي واحد؟ عاشتك مسخرة شولاق. انت عن جد ممل كتير. الظاهر إنك مشغول ومانك فاضي هلا، معناتها الأفضل إني سكر وأتركك لتاخد قرارك على مهلك. لحظة لا تسكر شولاق.